وفي لقاء خاص مع التلفزيون المصري أكد عدد من نواب مجلس الشيوخ ضرورة التوعية بأهمية التحول الرقمي ومواجهة الشائعات التي تثار على بعض مواقع التواصل الاجتماعي. وافقنا على القانون الخاص بصندوق المنصة الرقمية. الصندوق أهم حاجات فيه وأهم صلاحيات فيه هو دعم الحكومة في مشروعاتها في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. الحكومة حاليا بتواكب العالم وبنواكب التطور العالمي. كان مهم جدا إن احنا يبقى عندنا في تدعيم للكوادر الفنية، تدعيم للنظم المعلوماتية. مهم قوي كل النهاردة المقترحات والتعديلات الخاصة بالنواب كانت في إطار تعديل صلاحيات الصندوق. يمكن كمان كان على غير المعتاد ان التعديلات اللي عملتها اللجنة النواب كانوا عايزين يرجعوا للحكومة تاني في توسيع الصلاحيات. قانون صندوق مصر الرقمية قانون مهم لانه بيعزز من مسألة التحول الرقمي، بيسرع منها، بيضمن توفير خدمات ذات جودة عالية للمواطن بتكلفة قليلة، كمان بيضمن استدامة هذه الخدمات بحيث ان الحكومة كلها تقدر تقدم الخدمات دي بصورة اوسع، بصورة مستمرة، من غير ما يحصل اي نوع من انواع العطلة او ان يحصل لان الخدمة ما بقتش متوفرة في بعض القطاعات.